الاهلي اكيد كلها مميزه، لكن بالنسبه للكابتن حسام عاشور اكيد في فتره بالنسبه له هي دي الفتره الذهبيه اللي دايما بتكون عزيزه عليه ودايما كان متالق فيها، واللي دايما بيقول هي دي ليها الفضل عليا في ان انا اكمل مسيرتي الكرويه، وانها كانت بدايه البطولات والتالق في عالم كره القدم. هرجع اقول تاني برضو الفتره بتاعت مستر مانويل جوزيه، هي دي الفتره اللي انا طلعت فيها والناس كلها عرفت حسام عاشور والناس كلها حبت حسام عاشور، والحمد لله يعني مستر مانويل قعد معانا في بتاع 7 8 سنين، ففي ال7 8 سنين دولت خدنا بطولات كتيره قوي، فالحمد لله كنت زي ما قلت لك في اول سنه ولا سنتين ولا ثلاثه كنت عادي بنزل وكده، لكن بعد كده كنت بلعب اساسي، فالحمد لله الناس عرفت حسام عاشور وعرفت امكانيات حسام عاشور، وان حسام عاشور ما بيخلش على النادي الاهلي بعرق ولا بجهد، الحمد لله ده اللي انا شغال عليه. بطولة دوري، بطولة افريقيا، مشاركة كاس عالم اندية في اليابان، بنتكلم على سوبر افريقي، سوبر محلي، اكيد البطولات دي كلها حضرتك حققتها مع النادي الاهلي، لكن انا عارف ان كاس العالم او دوري ابطال افريقيا اول لقب ليك اكيد بالنسبة له كان ليه طعم خاص جدا، ده اللي وداك كاس عالم اندية، وبالتالي ان البطولتين دول اكيد عند الكابتن حسام عاشور ليهم مكانة تانية لوحدهم تماما عن بقية البطولات. وطبعا اول بطولة افريقيا طبعا كان ليها بالنسبه لي انا كنت فرحان جدا ان انت تروح كاس عالم للانديه وتروح اليابان، يعني الملاعب هناك والناس والاحترام والشخصيات اللي بتقابلها والاحترام اللي النادي الاهلي بيروح ياخده هناك، دي كانت حاجه طبعا مميزه وحاجه محترمه جدا. والسنه بتاعت ابو تريكه اللي جا فيها الجندي اللي احنا رحنا فيها خدنا فيها 3 عالم، دي كانت بالنسبه لي برضو حاجه مهمه جدا وحاجه الناس كلها فرحت بيها، ومن احسن البطولات اللي انا خدتها في حياتي طبعا هي والدوري اللي فات ده. طبعا يعني الدوري اللي فات ده انا عارف ان يعني انا شفت يا كابتن لقاءك بعد ماتش المقاولين كنت بتتكلم بقلب جدا، كنت مبسوط جدا حققت الرقم بعد الانتقادات اللي الاهلي تم انتقاده بيها وان الاهلي بعيد وان الاهلي مش بينافس. انت ككابتن فريق وقائد وعارف انت السيستم والنادي الاهلي ان احنا مش بنتكلم غير بعد كل بطوله، كان عندك ايمان وكان عندك ثقه ان احنا نحقق الدوري الكبير ده والعظيم ده والدوري كمان اللي ليه مكانه خاصه عشان تتساوى مع عدد بطولاتك مع نادي الزمالك في 12 دوري؟ انت ما شفتش حد من اللعيبه خالص اتكلم يعني، وفي الدوري شغال ما شفتش حد من اللعيبه خالص يتكلم على الدوري او احنا هناخد الدوري او ما ناخدش الدوري، كله كابتن سيد كان مانع، كله صمت عادي احنا هنشتغل وفي الاخر نشوف الناس هتقول ايه ونشوف مين اللي هياخد الدوري في الاخر. يعني انا اللي زعلني واللي خلاني يعني مش هقول لك ابقى عندي غل، اكيد لازم يبقى عندك غل في لازم يبقى عندك غل في الملعب واللي انت مش عايز تخسر، دي اللي احنا اتربينا عليها زي ما قلت لك في الناشئين وده اللي احنا اتربينا عليه في النادي الاهلي. فلما تيجي تسمع مثلا يعني انا زي ما قلت لك انا ممكن اقرا خبر اتفرج على برنامج الاقي مثلا واحد يجي يقول لك ده النادي الاهلي في المنطقه الدافئه، النادي الاهلي في المنطقه الدافئه بالتاريخ اللي عمله ده كله بالانجاز بكل اللي عمله النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي واحسن نادي في القرن في القرن، تيجي تقول في مش في المنطقه الدافئه ويجي يقول لك الحمد لله النادي الاهلي مش هينزل درجه ثانيه، هو ممكن ياخد سادس او سابع، سادس او سابع احنا عندنا الثاني ده بالنسبه لنا خساره. احنا اتعلمنا كده في الناشئين، انت لما بتيجي تاخد ثاني مش اول او تخسر ماتش حتى انت بالنسبه لك دي في كارثه، بالنسبه لك دي كارثه. فان انت تقول على النادي الاهلي بحجم النادي الاهلي وبحجم تاريخ النادي الاهلي كان طبعا لازم ابقى منفعل، وحتى لو هعيط هعيط انا ما عنديش مشكله عشان عندي غيره على النادي الاهلي وعندي غيره على اللعيبه اللي المفروض انا واحد مسؤول من مسؤول في في الفريق او انا مسؤول عن الفرقه، فطبعا كان حاجه تزعلني وحاجه ببقى مقهور من جوايا. فان انت تاخد الدوري وتقطع السنة الناس اللي بتتكلم دي كلها ده كنت فرحان طبعا.